روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. وحينما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي ما دامت سنة النبي قائمة في حياتنا فنحن في مأمن من عذاب الله. أما الشيء اللطيف: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأنت أيها الأخ الكريم في بحبوحتين: بحبوحة أن تكون مطبقاً لمنهج الله، وبحبوحة أنك إن لم تكن مطبقاً لمنهج الله أن تستغفر. وفي الأثر القدسي: وعزتي وجلالي، إن أتاني عبدي ليلاً قبلته، وإن أتاني نهاراً قبلته، وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن مشى إلي هرولت إليه، إن استغفرني غفرت له، إن استقالني أقلته، إن تاب إلي تبت عليه، من أقبل علي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة، أكبر مشكلة تواجه الإنسان أن يكون بعيداً عن الله، غافلاً عن سر وجوده، عن غاية وجوده، غافلاً عن المهمة التي أنيطت به، عن الرسالة التي ينبغي أن يحملها، أن يكون غافلاً عن الدهر الآخرة، أن يكون غافلاً عن أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا جيء به إليها كي يدفع ثمن الجنة، فغفل عن الجنة وانغمس في ملذاتها، وعندما جاءه ملك الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، قال: كلا. أيها الإخوة، أخطر شيء يواجهه الإنسان أن يكتشف الحقيقة بعد فوات الأوان: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. أيها الإخوة، الذي غفل عن الله يتمتع كما تتمتع الأنعام والنار مثواً لهم، الغافل عن الله إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، الغافل عن الله كأنهم خشب مسندة، الغافل عن الله عز وجل
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها الإخوة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أدق شيء في موضوع التوبة أنك ينبغي أن تعرف سر وجودك في الدنيا، إن عرفت سر وجودك صح عملك، وإن صح عملك سلمت وسعدت، والسلامة والسعادة مطلب ثابت لكل إنسان على وجه الأرض، السلامة والسعادة. والذي يشقي الإنسان هو الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الآية الدقيقة جداً التي تبين علة وجودك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة كما تعلمون طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلاً وتذكروني كثيراً وتسبحوني بكرة وأصيلة. خلقك له النبات، الجماد للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، وأنت لمن؟ أنت للواحد الديان. أيها الإخوة، حينما تختار الدنيا تلغي إنسانيتك، حينما تختار الدنيا تلغي المهمة التي أنيطت بك. فلذلك أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك وعلة وجودك، وأن تعرف أنك مخلوق للجنة، عندئذ تسعى إليها. ابن آدم، خلقت لك ما في السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، ما من سعادة تغمر قلب الإنسان حينما يدركها كالسعادة التي تغمر قلبه حينما يتوب. والله كأن جبالاً أزيحت عن صدره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائباً غفرتها لك ولا أبالي. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. أيها الإخوة الكرام، هناك نقطة دقيقة تتضح من خلال هذه الآية. قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. ماذا تعني كلمة جميعاً؟ للتوضيح، لك 50 صديق ومعك هاتف جوال، وال50 صديق ليس معهم هذا الهاتف، ما قيمة هاتفك؟ لا قيمة له. أما حينما يكون مع ال50 صديق هواتف جوالي كما هو معك، تشعر بقيمة هذا الهاتف. أنت بإمكانك أن تتصل مع كل واحد منهم في أي لحظة. نحن ماذا يحصل؟ إذا الإنسان تاب وحده، نافذ،
ينجو، لكن لا تقطف ثمار هذا الدين. يعني اجلس في مكان جميع النساء محجبات، تعرف ما معنى الحجاب، ما معنى أن الإنسان ينصرف إلى عمله، والطالب إلى دراسته، والتاجر إلى تجارته، والموظف إلى عمله. حينما ينصرف الناس إلى بناء أمتهم ترقى الأمة، أما إذا أشغلناهم بالجنس صباحاً ومساءً وصهراً وعصراً وليلاً وفي أثناء العمل في جنس، ما الذي يحصل؟ تفسد الحياة. فلذلك وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أحياناً هناك من يكون في بيئة فيها تفلت شديد ويستقيم وله أجر كبير وينجو عند الله، ولكن لا يقطف المجتمع ثمار التوبة الجماعية. التوبة الجماعية أن الناس صادقون، أن الناس أمناء، أن الناس طيبون، أن الناس منصفون، لا يغدرون. العيش في هذا المجتمع شيء جميل جداً. لذلك قيل: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. أيها الإخوة، وتوبوا إلى الله جميعاً أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، والمؤمن كثير التوبة. يعني كمنهج للنبي الكريم يأمرنا أن نأخذ به: إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، عن كل خاطر، عن كل شيء، عن كل. فالله عز وجل تواب رحيم، بل يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل ينتظرنا أن نتوب إليه. بل إن بعضهم قال: ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.